بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حياتنا. الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن يوم في حياه الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. النهارده احنا بنتكلم في استمرار هذا الموضوع من خلال ما هو العامل المشترك في حياه الرسول الكريم. كان العامل المشترك هو الصلاه. معنا النهارده وضيفنا الدائم الداعية الإسلامي الشيخ علي الجفري. أهلا بك مولانا، حياكم الله وبارك فيكم. ويعني اسمح لي، إحنا يمكن ما استكملناش حوارنا الحلقة الماضية. البعض كان بيتساءل يعني هل كان كل وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كله كان جهاد؟ أين البسمة والضحكة في حياة الرسول؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا، مفهوم الجهاد. الكثير إذا ذكر الجهاد يقصد أو يفهم منه فقط القتال. نعم، هناك فرق بين الجهاد والقتال. القتال صورة من صور الاجتهاد، من صور الجهاد لرد الاعتداء، لكن الجهاد معنى واسع. الجهاد فيه جهاد النفس، فيه جهاد الدعوة، وجاهدهم به أي بالقرآن، فيه جهاد بناء الذات من التعلم وتعليم الآخرين، فيه جهاد حصول الكفاية في الأمة من الصناعة والزراعة والاختراعات التي يمكن أن تجعل الأمة مستقلة عن غيرها. وذكر الفقهاء عندنا أن من فروض الكفاية أن يوجد في المسلمين ما يخرجوهم عن أن يكونوا عالة على غيرهم في شؤونهم، مع استمرارية التعاون والتشارك مع الغير في شؤون الحياة. فمفهوم الجهاد أوسع بكثير من الحصر على القتال، ولا يستثني القتال لرد الاعتداء. البسمة، كان صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا فيما مضى من أكثر الناس تبسما في وجوه أصحابه، لا يطوي عن أحد بشرة حتى وزعلان. نعم، إذا غضب صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعرفون غضبه بعلامتين. العلامة الأولى أن عرقا يدر بين حاجبيه الشريفين صلى الله عليه وسلم، يبرز عرق هكذا عندما يغضب. العلامة الثانية أن وجنتيه الشريفتين تحمران، احمرار في وجنتيه. وأحيانا تأتي علامة ثالثة أنه يمشي وهو يجر رداءه بيده، رداءه يجره خلفه. هذا مظهر الغضب عند التعبير عن الغضب إذا غضب صلى الله عليه وسلم. ما كان يغضب لنفسه، هذا مرتبط بحياتنا اليوم. جاء في الشمال كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، أي ما ينتقم من أجل نفسه، ولكن إذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. سمع عن مظلوم ضعيف هناك من تعدى عليه يظهر الغضب، سمع عن شيء من شعائر الله ينتهك ظهر الغضب، سمع عن تعدي على ما لا يجوز التعدي عليه وتضيع لشيء من الحقوق هنا يظهر الغضب. لكن لا يغضب قط لأن زوجته قصرت في تجهيز طعام، يغضب جدا إذا رآها اغتابت إحدى النساء. لا يغضب صلى الله عليه وآله وسلم إذا قصر أحد في حقه وأساء أحد إليه، لكن يغضب إذا وجد من يؤذي فقيرا أو ضعيفا. فهذا ضابط. لماذا يغضب؟ معلش، أنا بس في النقطة دي الحقيقة عايز أسأل سؤال. النهاردة احنا عندنا البعض يعني يعني بستند إلى الحديث الشريف للرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ولم يكن فإن لم يستطع فبلسانه بقلبه وإذا أضعف الإيمان. مفهوم النهاردة التغيير، يعني النهاردة بنجد شباب يقولك ده منكر، الناس دي بتعمل منكر، الراجل ده بيشرب منكر، الراجل ده مرتشي وحرامي وفاسد، الراجل ده بيختاب الناس، الراجل ده أفاق، الراجل ده كذا. هل النهاردة يجوز للإنسان من هذا المنطلق تغيير المنكر أنه هو يقوم بالتغيير بنفسه ولا من خلال مظلة محددة حددها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هذا الموضوع واسع، لكن الذي يعنينا في مثل بس بيربطنا الحقيقة بالموضوع بتاع الغضب الذي يعنينا الرسول. نعم، في موضوع الغضب والذي يعنينا في حلقاتنا أن الأخطاء التي ترتكب باسم تغيير المنكر مرجعها إلى نقطتين فقط أساسيتين. نعم، النقطة الأولى الجهل بآداب وأحكام تغيير المنكر. النقطة الثانية الخلط بين إرادة التغيير من أجل الله، التغيير إلى الأفضل ابتغاء لرضوان الله، وبين حظ النفس. يريد أن يتزعم، يريد أن يكون في صورة المصلح الاجتماعي، يريد أن يبرز، يريد أيضا أن يصفي حسابات مع آخرين فيستغل أخطائهم.
يسمونه بلغة العصر اليوم الأجندات المدرجة ضمن هدف معلن ومن ورائها دوافع أخرى خفية أحيانا تخفى عليه نفسه، يظن نفسه صادقا في إرادة التغيير، لكن خفي عنه أن نفسه تلعب عليه، تخادعه، النفس خداعة، توهمه أنه يريد التغيير، لكن في الحقيقة هو يريد إما أن ينتصر لنفسه، ينتقم من أحد، يصفي حسابات مع أحد، يعوض عقدة نقص عنده، فيرتكب الخطأ في أسلوب التغيير. إذن الذي يعنينا في هذه الحلقة أن الخطأ في أسلوب تغيير المنكر يرجع إلى أمرين: الجهل بأحكام تغيير المنكر، من الذي له حق التغيير باليد ومتى وكيف، متى يكون التغيير باللسان ومع من ومن قبل من وكيف، ومتى يكون التغيير بالقلب وما معنى التغيير بالقلب وكيف يكون التغيير بالقلب، وكيف تكون هناك خطورة استسهال المنكر ورؤية المنكر بدون تأثر فيما هو دون ذلك. ولهذا قال النبي: وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. فإذا قلنا أن غضبه صلى الله عليه وسلم لم يكن لنفسه وإنما يكون لحق الله على الوجه الذي يرضي الله، وثمرت هذا الغضب عمارة وليست هدم، ثمرت هذا الغضب إصلاح وليس تخريب، لا يمكن قط أن يكون هناك شيء اسمه الغضب لله أو انتصارا لحق الله ويثمر في الواقع تخريبا، لا يمكن أبدا. الغضب لحق الله ثمرته العمارة وليست الخراب، البناء وليس الهدم، النفع وليس الضر. فإذا فهمنا هذا الأمر وعدنا إلى ما كنت أسأل عنه في أول اللقاء، وهو ما يتعلق ببسمته صلى الله عليه وسلم، في داخله حزن كثير. من إيه؟ من أحوال الناس، من أحوال الأمة، مما يرى من عنت من كفر به ولم يعرف حقه، حتى أن الله عز وجل خفف عنه بقوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ثم قال له في آية أخرى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تهلك نفسك أسفا بسبب أنهم لم يؤمنوا. الحزن عميق كان داخله صلى الله عليه وسلم. وما لو قلنا النهاردة مولانا حزنه هيبقى شكله إيه على أوضاعنا الحالية؟ هو ذاك الحزن عميق في داخله. تفتكر إيه اللي يحزنه النهاردة عليه الصلاة والسلام؟ كثير. الحزن عميق في داخله، الهم كبير في باطنه، لم يحمل أحد من البشر قط هما كالهم الذي حمله النبي، ثقل أداء الأمانة العظمى في البلاغ عن الله، وهم بهذه الأمة وبالعالم الذي يحيط به. ومع ذلك هذا الذي كنت أريد أن أقوله: أعمق الناس حزنا وأكبر الناس هما كان في تعامله لا يطوي عن أحد بشاه، أكثر الناس تبسما في وجوه أصحابه. هنا يأتي سؤال: طيب يعني كيف أفصل؟ هل هذا تمثيل؟ هل هذا تكلف أن أكون حزين وأتبسم؟ نلا حاشاه صلى الله عليه وسلم، ما كان يمثل، ما كان يتمثل شيء لم يكن عنده. الحقيقة أنه فهم صحيح لمعنى الحزن على ماذا وكيف، والغضب من أجل ماذا وكيف، والهم بماذا وكيف. الذي يكون همه فقط كيف يحسن مستوى المعيشي أو كيف يتفوق على فلان ويتفوق عليه فلان في المعيار الدنيوي، الذي حزنه فقط على فقد شيء من متاع الدنيا، الذي يغضب فقط انتصارا لنفسه، هو الذي لا يمكن أن يتبسم حال الغضب أو الحزن أو الهم. لكن الذي يجعل همه لله وبالله، وحزنه على ما فوت الناس من حق الله وعلى تفويته قبل ذلك هو لحق الله، وغضبه من أجل الله، هو الذي يعلم تماما أن الأمور بيد الله ويعيش في ذلك نوع من بحبوحة الطمانينة إلى حسن تدبير الله، يطلب رضوان الله ويعلم أن من رضوان الله حسن الخلق مع خلق الله، فلهذا يستطيع أن يتبسم وهو مهموم. فإذا قلنا ذلك يمكن أن نربط هذا المدخل الجميل الذي دخلت به في هذا الحوار بالخطوة القادمة: دخوله المنزل. أحسنت، دخوله المنزل. نحن قلنا في أول حلقة: لو قيل لك أن رسول الله سيزورك ماذا ستفعل، ماذا تغير؟ صلى الله عليه وسلم. الحلقة التي تليها: كيف ستعرفه وما هي أوصافه؟ الحلقة التي تليها تكلمنا كيف إن كان يقضي وقته. الآن يريد يدخل إليك صلى الله عليه وسلم. هيدخل المنزل إزاي عليه الصلاة والسلام؟ هيدخل بيوتنا إزاي يعني؟ هديه صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى زيارة أحد، كما ذكرنا في الحلقة الماضية، لا يواجه باب المنزل أدبا حتى لا يكشف عورته أو أحد. الأمر الثاني أنه يستأذن ثلاثا، فإن فتح له الباب وإلا رجع. وهنا ملحظ: اليوم إذا جاء أحدنا إلى أحد ودق الباب مرة مرتين، يوم يدق 10 20 30 ثم يغضب يكسر الباب في الأخير. نعم، يخبط الباب.
هذا، ونحن دائما نريد في هذه الآداب أن نربطها بالعمق. صحيح.